كان الحاج أبو مهدي بعد الانتصار كان حريص على أن يوضع قانون للحشد الشعبي. أنا من الناس خاصة كان أكو تعليق لرئيس الوزراء آنذاك القائد العام للقوات المسلحة أنه يطبق القانون العسكري النافذ على الحشد الشعبي. في الحقيقة أنا من الناس اللي قلت خو كل زين قانون حاضر ونطبقه. الحاج أبو مهدي كان يصر أن يكون قانون خاص للحشد الشعبي، وبين أنه قانون خاص يحفظ وجود الحشد الشعبي ويعطي للحشد الشعبي شخصية حقوقية وشخصية قوية مستقلة أكثر مما يعتمد على القوانين الأخرى. وفعلا عملنا على كتابة القانون وكتب من زمن الحاج أبو مهدي ونوقش، ولكن الحمد لله في المدة الأخيرة قانون الخدمة والتقاعد صوت عليه في مجلس الوزراء وقدم إلى مجلس النواب.